في السادس من شهر رمضان سنة 63 هجريا انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند نهر السند، وتم فتح بلاد السند بعد أن كلف الحجاج محمد بن القاسم الثقفي للتوجه إلى السند وجهزه بكل ما يحتاج إليه في ميدان القتال. وتحرك البطل محمد القاسم بجيشه المكون من 6000 مقاتل من العراق إلى الشيراز في سنة 90 هجريا، وهناك انضم إليه 6000 من الجند، وبعد ذلك اتجه نحو بلاد السند، فبدأ بفتح مدينة بعد مدينة لمدة سنتين، حتى التقى جيش المسلمين بقيادته مع الجيش السندي بقيادة الملك داهر في معركة دامية مصيرية سنة 92 هجريا، وانتصر المسلمون وقتل ملك السند في الميدان. واستمر محمد بن القاسم في فتوحاته لبقية أجزاء بلاد السند حتى انتهى منها سنة 96 هجريا، وبذلك قامت أول دولة إسلامية في بلاد السند والبنجاب، أي بلاد باكستان الحالية. في السادس من شهر رمضان لسنة 1332 للهجرة قامت الحرب العالمية الأولى، وهي حرب نشبت بين القوى الأوروبية. وقد بدأت الحرب حينما أعلنت الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب على مملكة صربيا على إثر أزمة دبلوماسية نشبت بين البلدين بسبب اغتيال ولي عهد النمسا الأرشيدوك فرانس فرديناند مع زوجته من قبل طالب صربي أثناء زيارتهما لسراييفو. قامت روسيا بتعبئة قواتها بعد يوم واحد من إعلان النمسا الحرب على صربيا، فعبأت ألمانيا قواتها، ثم عبأت إثر ذلك فرنسا قواتها، وأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في اليوم نفسه بعد أن وجدت عدم تجاوب الروس بشأن طلب ألمانيا إلغاء التعبئة العامة للجيش. وفي السادس من رمضان سنة 923 هجريا أعدم السلطان سليم الأول وزيره الأكبر يونس باشا الذي كان قد وجه له اللوم لاستيلائه على مصر، لأن فتحها لم يعد عليه بشيء إلا قتل نحو نصف الجيش، كما لامه على اختياره خير الدين آغا الإنكشاري وهو أحد أمراء المماليك الذين خانوا طومبامباي سلطان مصر الذي أعدمه العثمانيون، وانضموا إلى العثمانيين حيث رأى الوزير يونس باشا أنه خائن لا يؤمن ولاؤه للدولة. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك سنة 91 هجريا شن طريف بن مالك غارة على الساحل الإسباني عبر طريف بن مالك المضيف الإسباني بمئة فارس وأربعمائة جندي، ونزل في مكان يسمى حتى الآن باسمه وهو طريفة، وأغاروا على المناطق التي تليها بالجزيرة الخضراء وعادوا سالمين. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان من سنة 395 للهجرة وصل إلى مصر العالم الكبير حسن بن الهيثم ملبيا دعوة خليفتها الحاكم بأمر الله الفاطمي لاستشارته في أمر استغلال مياه نهر النيل والتحكم في فيضانه. وقد قام ابن الهيثم بزيارة إلى أسوان في الجنوب للتعرف على فيضان النيل، واستخدم أدواته، ولعل ذلك كان نواة للتفكير في السد العالي
الذي تم إنشاؤه في العصر الحديث.